طيب انا عندي فقره اسمها نمبر 1، هنختار فيها مع بعض ثلاث صور، بتختار واحد من الثلاثه. اختاروا اللي يعني يعني افضل لاعب في الاهلي امام الاتحاد السكندري. عمر كمال، رضا سليم، وسام ابو علي. عمر طبعا. لاعب سيتاثر الزمالك بغيابه امام نهضه بركان في الذهاب، مصطفى شلبي، الزناري، شيكابالا. افضل لاعب في الجوله 21، عمار حمدي المقاولين، عمر الساعي الاسماعيلي، وفا امبي. عمار طبعا، عمار عشان من المقاولين. لا ده واخد منه في زماتش في المباراه الاخيره، ماشي، قدم مباراه كبيره جدا وجاب لنا افضل مدرب في الجوله. افضل في مدرب في الجوله 21، احمد سامي سموحه، معتمد جمال المقاولين، سيد ياسين امبي. ما فيش شك طبعا كابتن معتمد جمال بادائه في احمد سامي اللي كسب الزمالك. ما كابتن خد بالك، الكابتن معتمد كسب زيد اللي كسب الزمالك، لو انت ماشيها كده. وسيد ياسين كسب الخمسه. ما انا بقول لك كابتن معتمد كسب زيد اللي كسبان مين؟ الزمالك. وزيد يعني فرقه مش قليله. لا هو ده بينافس على المركز الاول. معتمد جمال مدرب كبير جدا ومحترم جدا وصاحب اخلاق عاليه جدا، ومدرب كبير والله صدقني. ومدرب كبير. انا مش بجامله، مش بجامله في انه ياخد افضل مدرب في الاسبوع. الافضل لحراسه مرمى المنتخب حاليا، احنا قلناها عواد، مصطفى شوبير، ولا حارس اخر؟ لا مصطفى شوبير. حارس من خارج القطبين ترشحه للمنتخب المعسكر اللي جاي، محمود جاد، محمد بسام، عبد الرحمن سمير، امبي. محمود ابو السعود. الحارس الاكثر موهبه في تاريخ الاهلي، ثبت البطل اكرامي الحضري. الحضري الاكثر موهبه. فعلا الموهبه دي ما اصل بص، الموهبه دي مرتبطه بحاجات كتير، فالحضري رقم واحد في كل العصور اكيد. طبعا.